طبعا على المستوى الشخصي انا بشكر كل طلاب فنون جميله اللي ساهموا في هذه الاعمال الابداعيه. ليه؟ لان احنا جينا في فتره كنا بنشتكي طبعا من التشوه اللي كان بيحصل في الميادين من خلال مجموعه من الهواه غير المتخصصين بيعملوا اي تماثيل ملهاش اي لازمه وتسيء للمظهر العام. لكن لما نشوف حاجه زي دي حاجه مهمه جدا ولازم نشيد بيها ونشجعهم كمان. عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الدكتور عمرو عبيد المشرف على مبادره تجميل الميادين بمحافظه الاسكندريه. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. يا اهلا بيك يا فندم. عايزين نتكلم مع حضرتك عن تفاصيل الاعمال اللي بتقوم بيها المبادره بشكل عام. هو احنا في البدايه كده احنا كان عندنا مواد دراسيه، الماده ديت اسمها ماده تشكيل فني. احنا حاولنا من خلال الكليه ان احنا نقدم مبادره جديده ان احنا نستخدم نطور في الماده نفسها ونبتدي نحاول نعمل حاجه تفيد البلد، يعني تفيد البلد وتفيد الاسكندريه بالذات، وخصوصا ان احنا عندنا في الكليه في البدايه خالص احنا عندنا الطلبه بتطلع بمجموعه مشروعات وعندنا مواد كتيره جدا بتطلع من المشروعات ديت مخلفات، يعني يعتبر مخلفات. فقلنا ليه ما نستفدش بالحاجات ديت في ان احنا نعمل حاجه مختلفه، حاجه جديده، خصوصا ان العالم دلوقتي كله بيتجه لمبدا الاستدامه وان احنا ازاي نحافظ على البيئه وازاي ان المواد ديت ما نعيدش يعني نعيد استخدامها. فالمشروع مر بكذا مرحله، ان احنا في البدايه خالص احنا حاولنا نفكر اوت اوف ذا بوكس، نقول للطلبه فكروا لنا في حاجات من الحاجات اللي حوالينا، الحاجات المخلفات اللي حوالينا، الحاجات اللي انتم بتطلعوها من المشروعات اللي هي بتطلع من زي الكرتون زي الورق زي السلك زي الالومنيوم، زي بحيث ان يبقى الطالب عنده رؤيه مختلفه للعمل ده، يكون العمل ده اصلا عمل ميداني. القصه كلها ان هو ابتدى الطالب يفكر بشكل بعيد عن المالوف، يعني بياخد مثلا الحديد يقول انا هوظفه ازاي، ياخد مثلا شويه الورق يبتدى يقول انا هفكر في الكلام ده ازاي ابتدي اعمل منه ماكيت صغير. ابتدينا في المرحله الاولى ان احنا نبتدي نعمل ماكيتات، ابتدينا نتكلم مع الطلبه، ابتدينا نعمل يعني نوع من انواع ايه البرين ستورمنج زي ما بنتكلم كده. ولما عملنا البرين ستورمنج ابتدينا نعمل الطلبه دي ابتدينا نشوف الحاجات دي ونبتدي نختار اماكن، نقول والله المكان ده ينفع يتحط كذا، المكان ده ينفع يتحط في الحته الفلانيه، كلها كانت تبقى لازم تبقى متمازجه مع الطبيعه. والطلبه ابتدت تشتغل، ابتدينا ننفذها على سكيل اكبر، ابتدينا السكيل الاكبر دوت الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل الحاجات اللي انت شفتها دي. طبعا مبادره يعني شبابيه، الخامات اللي احنا بنستخدمها دي خامات متاحه حوالينا في البلد. طبعا بشكل كبير جدا انت ممكن تكون عندك مخلفات مصانع، مخلفات شركات، مخلفات كلها ممكن انت طلبه فنون جميله لو عرفوا فعلا ياخدوا الفرصه الحقيقيه ان هم يستفيدوا بيها، لا احنا ممكن نشتغل بيها وممكن نعمل معرض مفتوح في اسكندريه، وطبعا نستخدم ده ماتيريال اكتر استدامه واكتر ايه. وده الجميل ان انتوا بتحولوا حاجه قبيحه لحاجه جميله جدا. يعني عايزه اعرف انتوا الاماكن اللي انتوا بتختاروها، يعني حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم عن يمكن اللي بتعملوا برين ستورمنج وازاي بتختاروا الاماكن، لكن ازاي بيقع الاختيار على الاماكن دي وبتركزوا تقولوا اه المكان ده احنا محتاجين نركز على اعمال التكثيف، تكثيف الاعمال التجميليه فيه مثلا، وزي ما كان يمكن شاذلي بيقول انه كان في هواه، بعض الهواه بيعملوا اي حاجه في اي حته، فازاي بتختاروا المشروع ده بالذات هيتحط هنا؟ يعني كلمنا عن البروسيس او الخطوات ايه هي. هو بصي حضرتك يعني احنا مثلا لما نيجي مثلا ايه نقول ان احنا هنختار حديقه، هنختار مثلا مكان مثلا هنعمل فيه مثلا ميدان يكون فيه مجموعه من الاشجار او مجموعه من الجناين. لازم الاعمال اللي تبقى بتتحط في الجنينه ديت لازم تبقى متمازجه مع الجنينه، يعني مثلا انا مثلا لو اتفرجتوا على الصور هتلاقوا برضو مثلا ايه زي انفد وطيور واشكال مثلا فيها اشكال ماسكات وحاجات كده، الحاجات دي كلها محطوطه على الاشجار بحيث ان انا اولا ما اذيش الطبيعه وتبقى في نفس الوقت ايه متمازجه معاها، يعني الحاجات دي كلها لازم تبقى مختلطه بالطبيعه نفسها. فده اختيارنا للمكان نفسه كان بيبتدي كده. لو انا هختار مثلا مكان قدام مصنع مثلا او ميدان مثلا في الشارع، فانا اكيد هختار مواد ثانيه، بس هو كل المواد اللي احنا كنا مختارينها لان احنا كنا مشتغلين اصلا داخل الكليه في حاجات بعض داخل الكليه، بس احنا بنقدم بس ايه ماكيت صغير للي هيحصل ممكن ده يحصل بعد كده. فكنا بنختاره جوه الجنين فكان لازم يبقى متالف مع الجنينه نفسها او متالف مع متمازج مع المكان نفسه. وكمان مناسب لهويه مدينه الاسكندريه وده مهم برضه عشان نحافظ على هويه.
كل مشروع من المشروعات ده له فكر، يعني كل مشروع من المشروعات دوت كان الطلبه لازم يقدم له فلسفه، يعني لازم يقدم له فلسفه يقول انا ليه عامل ده. يعني مثلا في مشروع مثلا عن المراه، في مشروع عن الحريه، في مشروع عن ازاي يعني افكار متعدده. طبعا انا مش قادر اتذكر المشروعات كلها، بس كلها افكار كان كل طالب كان لازم يقدم لي فلسفه المشروع، ليه هو اختار المواد دي، ليه ايه الفلسفه من ورا المواد اللي هو اختارها، وايه الفكره اللي هو ماشي عليها. عظيم. يعني حضرتك لو بصيت مثلا هتلاقي في مثلا مشروع معمول وشجره، ده بيمثل مثلا حريه المراه، في واحد مثلا تاني بيمثل لازم يكون بيعبر عن حاجه، مش مجرد مجسم، لازم يكون بيعبر عن حاجه. طيب. دي اللي كان المهمه، النقطه المهمه. طيب دكتور عمرو، حضرتك بتتكلم دلوقتي قلت فكره ان هم يتواصلوا مع المصانع لاستغلال المخلفات الموجوده في هذه المصانع، هل في اليه مثلا ممكن من خلالها طلبه الكليه ان هم يتواصلوا مع المصانع وبعد كده يتحول المشروع من تجميل مدينه الاسكندريه فقط وتجميل الميادين والشوارع الى مشروع، يعني يكون في مشروع ليه عائد وليه ربح؟ والله احنا بنتمنى يعني ان ده يبقى، يعني احنا اصلا هدف الكليه ان احنا بنخرج طلبه تشتغل بره، فاحنا هدفنا ان احنا يبقى في نقطه تواصل، ودي اللي احنا بنحاول نعملها في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان احنا يعني على فكره كل المواد اللي احنا جبناها دي اصلا من يا اما كانت من الجنينه بتاعت الكليه او من المخلفات الكليه او من ناس متبرعين من ورش صغيره ومصانع بدونا الخامات دي. لكن يعني عايزين نوسع الدايره شويه. يعني في ناس مثلا لما راحوا المصنع مثلا حديد، قالوا له عايزين حديد الخرده، فابتدى الراجل عارف ان هو في كليه فنون جميله، فابتدى يديهم حديد الخرده بالفعل يعني. وابتدى ينفذ معاه. واحد مثلا عنده كرتون مثلا مخلفات الكرتون دوت، قال له فاحنا نقدر نتعاون معاهم ونقدر نخش في مده. بس طبعا هي كانت مبادره، كانت تجربه صغيره، وان شاء الله نتمنى ان هي توسع عن كده. يعني تجربه صغيره. احنا معانا حوالي كام طالب؟ احنا معانا، لا احنا عددنا كتير، احنا كان معانا حوالي اكتر من فوق 200 طالب في المبادره دي، في الشغل دوت. وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه هنوسع الموضوع ده، هنبتدي نشتغل عليه بشكل اكبر، ونبتدي ان شاء الله ندعوكم بقى تيجوا تشرفونا تزوروا معرض كبير ان شاء الله للمواد ديت. اكيد يا دكتور، احنا بنحييك. دكتور عمرو عبيد، المشرف على مبادره تجميل الميادين بمحافظه الاسكندريه.